قزار ومعشي باللفت، انا نصبق البيع وما نصبق لبسهم. من بعد العواش غادي نرجع معكم للتعلم ايها العيالات، ايه غنرجع معكم للتعلم وغنرجع معكم للتحفيز ان شاء الله الرحمن الرحيم، باش تكوني تنتي لالا ومولاتي وتكوني قدوه في المجتمع، يعني تكوني لالا ومولاتي ومن لا شيء تكوني كل شيء، من لا شيء تكوني لا كل شيء، بالمساعده ديالي بالنصائح ديالي من التجارب اللي جربتهم، يعني من الحوايج اللي دازوا زوينين وخايبين، باش ما توقعيش انت في اخطاء. السلام عليكم، صباح الخير عليكم متتبعات قناه ام عتمان زيدات، كنتمنى تكونوا بالف خير وتمام الصحه والعافيه. اول حاجه قبل ما نبدا، بعد ما نشكركمش على لي لايك ولا على الدعوات ولا لا، كنشكركم بزاف على الناس اللي سولوا على ياسمين والناس اللي بقاو مشوشين على ياسمين بنتي كبقات، الحمد لله والشكر لله البنات. اني هاد لقيت هذه كتكون شويه صعيبه على الوليدات، التغيير تاع الجو والتبدل تاع الجو كيكون قاصح على الوليدات، هادشي علاش جا الالتهاب في الحلق ديالها او الحليق ديالها كان ملتهب بزاف، ما كيخليهاش لا تاكل ما كيخليهاش تقدر تصرد، وكانت كطلع عليها الحراره، وفي نفس الوقت من النوع اللي ما كتشربش الانتيبيوتيك، يعني كتدخلو كترجعو مباشره ما كيبقاش لها الكرشه. هادشي علاش راه البارح الناس جاو المحل ما لقاونيش، اولا اللي جاو لقوني غنخرج، راه ديتها البارح والحمد لله دقت لها واحد البرا، راه دابا الحمد لله والشكر لله. اليوم ان شاء الله البنات، يعني هذا الفيديو كان غادي تصور نهار الخميس اولا الجمعه، يعني كنت موعده ان الخميس ولا الجمعه، ولكن كنستسمح منكم البنات لان بزاف الامور تلغاو الخميس والجمعه ما درتهمش، ملي كمرض داك شي واحد في ولادك وكتشوف فيه ما باغي ياكل سخانه، يعني ماشي حاجه اللي ما كتخليكش تفكر كاع في الخدمه نهائيا، يعني كتشوفي. ولا كنقولها لكم دائما، راه انا ولا ام عثمان المحل ديالها راه ماشي ضروري خاصني نبقى حاله يوميا، ولا يعني كاينين اولويات اولى من الخدمه، يعني الا مرض لك شي حد في الدار ولا كانت عيانه ولا شي حاجه في الدار، طبيعه الحال راه كنوقف حتى تنقاد كلشي الامور اللي في الدار عاد نرجع للخدمه، لان الخدمه ما غتمشيش والخدمه ما غاديش تطير كيف ما كنقولوا، ولكن الا فرطنا في شي حاجه من الوليدات ولا من المسؤوليه تاع الدار اللي غنحسوا براسنا حنا مقصرين. اليوم ان شاء الله دفعه جديده اولا تشكيله جديده ديال القفيطنات اللي كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. هذا هنا البنات شوفوا معايا، هذا هنا البنات غوز، شفتوا غوز ماشي غوز فيشيا، هذا واحد الغوز في شكل اللون ديالو، هذا راه مقاس صغير البنات والله العظيم تبارك الله، وجاني هذا جاني بالنسبه للقفيطنات البنات، بالنسبه للقفيطنات واخا تلبسوهم على لاطي ديالكم ماشي مشكل انك تلبسي غير في الدار. بالنسبه للمقاس ديال هذا القفطان، الكتاف 41، الصدر 28، لي هونش 32، الكمام 60، الطول متر و40. بالنسبه للطول راه قابل انه يتنقص اولا يتزاد، هذا هو القفطان الاول، ندوزو القفطان الثاني. لايك لايك هي هذيك الحاجه، شكرا لكم، شكرا شكرا على اللايك ديالكم، وشكرا على اي حاجه قلتوها في حق ام عثمان اولا في جليبات ام عثمان زيدات ولا قفيطناتها اولا الكوليكسيون اللي حطيت لكم هاد رمضان. غنعاود المقاس ديال هاد القفطان، الكتاف 41، الصدر 28 ويلبس حتى 29، لي هونش 32، كمام 60، طول متر و40. ندوزو القفطان الثاني، بالنسبه للقفطان الثاني البنات اولا الموديل الثاني، هذا قفطان في الموف اولا البلو موف، واحد الموف مزيون، خدمناه بالغوز كاشيري، خدمناه بلون توب ديكرادي ديال لون توب، وبواحد الصم كيعطي ماشي برونز ماشي كارتي، واحد الصم كنقول لكم راه جديد البنات كنخدم به. شو الشكل ديالو كيفاش كيجي، كنطروزي فيه الافتتاحات. بالنسبه لهذا القفطان هذا البنات، المقاسات ديالو الكتاف 42، الصدر 30، لي هونش 32، الكمام 60، الطول متر و39، يلبس متر و38، يلبس يعني هاد المقاسات ديال هاد القفاطن، يعني كل وحده كيفاش كتبغي القفطان، يعني كاين اللي كترتاح في القفطان انه يكون طويل طويل عليها،
وكاين اللي كتبغي القفطان يكون مقيزب مقيرطط على قد على قد على قد الوقفه ديالها ولا الكعبه ديالها، وكاين اللي كتبغي مقزب نيت نيت، كل وحده وكيفاش كترتاح بالقفطان، ولكن يكون معتدل بين وبين، يعني ما يجيش مقزب بزاف باش تبقى منخويه في القفطان، ما يجيش مقزب بزاف وما يجيش طويل يعني بزاف باش تقدري تدوري فيه مرتاحه. نعاود لكم المقاصه ديال هذا القفطان: الكتاف 42، الصدر 30، لي هونش 32، لوكمام 60، طول متر 39، وطبيعه الحال الطول راه كيكون قابل على انه يتنقص اولا يتزاد. بالنسبه لهذا الموديل البنات، هذا ما صراحه ما باينش في الكاميرا اللون، هذا واحد القصبي، لا شي واحد الخضير لونه بشكل، ولكن ما باينش في الكاميرا اللون اللي بغيت. المهم مخدوم بالغوص فيشيا، هنا كيبان بحال احمر ولكن راه غوص فيشيا البنات، مخدوم بالغوص فيشيا، مخدوم باللون ديال الثوب، والصم اللي قلت لكم اللي كنخدم به كيجي زوين. بالنسبه لهذا القفطان البنات، راه مخدومه فيه الكميمات، الدوفون قدام، وطبيعه الحال الافتحاس، هذه طاي كبيره. بالنسبه للمقاس ديال هذا القفطان، بالنسبه للمقاسات ديال هذا القفطان: الكتاف 42، الصدر 31.5، لي هونش 33، طول متر 39، والكميمات 59. شوفوا الكميمات كيفاش جاو، جاو لحد في القد. هذا كاين اللي كتعجبها الكميم يكون عند هاد الكعبه هذه، ماشي الكعبه، هذا المرفق، باش هادشي معتمد. كاين اللي كتبغيها تكون واقفه ليها هنا، وكاين اللي كتبغيها يكون نازله ليها على 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 هاد العظيم ديال يديها، يعني كل وحده كي كترتاح في القفطان، وكل وحده والطريقه اللي كتبغي تلبس بها القفطان. بالنسبه نعاود المقاصه ديال هاد القفطان، صراحه جا زوين، وانا اللي كنشوف اللون ديالو مباشره، الناس اللي غيجيو للمحل غيعرفوا اللون ديالو كيف داير الحقيقي. الكتاف 42، الصدر 31.5، لي هونش 33، طول متر 39، لكمام 59. ندوزو لاخر موديل في القفطناس باش ان شاء الله ننزلهم المحل اليوم، واللي بغى شي حاجه طبيعه الحال مرحبا والف مرحبا. المحل مفتوح من 11 حتى الاربعة، للتذكير وللاشاره البنات، الناس اللي كيقول لك كتجي ام عثمان وما كتبغيش تنزل عندنا، الله يجازيكم بخير. راه كاين قانون ديال العمل، كاين قانون ديال الخدمه، وكاين توقيت العمل، يعني راه انا دايره نظام توقيت العمل، هو توقيت العمل، يعني باش تعرفوا واحد القضيه، راه ماشي ساكنه فوق الدار يعني نقدر اللي دق عليا غنهبط نجري نحل، ما هذه مستحيله وما نقدرش عليها، لان باش غنطلع غير الدروج راه صعيب الحال، صعيب الحال، وانا كنكون بركه في السطح الفوق، والدروج عندنا راه واحد الدروج في شي شكل، ماشي دوك الدروج المسرحين مقادين، راه دروجنا خايبين، طلعي فيهم جوج مرات سخفي. هذا الشيء علاش البنات الا سديت المحل ما كيعنيش انك راه غتجي تصون عليا في الدار ونزل، يعني كاين توقيت ديال الخدمه، راه حنا كنقولوا من 11 حتى 4 ونص، وحنا كنبقاو مرات حتى ل 5 عاد كنسدوا، من 11 حتى ل 5 ديال العشيه البنات عاد كنسدوا، يعني يلا سديتي انت مع 5 وكتجي وحده كتقول لك هو انا راه كدايزه من القيصريه وكتنطرق ام عثمان، راه ما يمكنش، ماشي دايزه من القيصريه غترقي ام عثمان، ام عثمان راه قدات الغرض وصلنا وسالات وطلعت طيب الفطور ديالها، اولا شاعله الفران، وما يمكن راه ما يمكنش، ولا شحال من مره كتبقى تطلب فيا شي وحده، تطلب فيا تطلب فيا تطلب فيا لا حشومه، وهاديك كتحشم وكنهبط كنجي نلقى يا الخبز تحرق يا الغدا تحرق، وهادشي ماشي ما نقبلوش انا نهائيا، ما نبغيش نكون يكون ولادي وداري ضحيه الخدمه ديالي، يعني صافي لقيتو المحل محلول، راه محلول مسدود راه مسدود، وما وديك القضيه ديال طلعوا دقوا في الدار راه ما حتى هي ما حتى هي مرفوضه البنات، راه معايا الجيران وما كيتقبلوش هاد القضيه، الله يجازيكم بخير. المحل محلول راني كاينه حاضره فيه، لا ما كنتش انا كتكون اختي، الا كان مسدود يعني راه صافي راه ما كاين حتى شي حد، يعني هذا نظام ديال الخدمه راه ماشي غير عندي انا، راه نظام الا كان عرفتي خاصنا نكونوا شويه ما عرفتش كيفاش غنكونوا دايرين، يعني توقيت العمل راه خياطه راه هي عندها نظام،
ماشي يعني انك راك خياطه او فوق الدار ساكن المحل فوق الدار ان اللي دق عليك راه غتحلي ليه، راه صعيب الحال، صعيب الحال لانكم ما كتجربوش. لو كان كنتو كتجربوا الضغوطات ديال الخياطه وديال الدار وديال هنا وفصلي ورومي يعني صافي، راك تجي العشيه كتبغي تحطي غير عظامك وتصنطي العظيماتك. ندوزو لاخر قفطان. بالنسبه لهذا القفطان هذا قفطان غوز كاشيري، صراحة زوين غوز كاشيري، قفطان غوز كاشيري مطروز بالكري اللي في الفولار، ها هو غيبان لكم هنا، مطروز بالديكغادي ديال لون توب، والصم اللي قلت لكم هاد البوبينات على الصم، يعني هاد اللون ديال الصم خدمت بها القطنات كاملين، انه لون زوين وراقي. بالنسبة للقفطان البنات انا راه 29 ها هي جاتني ولا واقيلا نقص فرندان. شي وحده كتشجع راسها. راسي فيه الافتيحات واحد القضيه نقول لكم البنات، عندنا بحال غليظه بحال ضعيفه بحال، اهم حاجه هو يكون الانسان صحيح، حتى شي حاجه ما كتهم لا الشكل ولا الوجه ولا العين. وكنقولها دائما الانسان المراه دائما واحد القضيه نقول لكم، كنبغي المراه تكون فخوره بالنفس ديالها وتكون عندها الثقه في النفس ديالها كيف ما خلقها الله، يعني تكوني واثقه من النفس ديالك وعاطيه قيمه لراسك وعاجبك راسك كيف ما انت، ما تقوليش عندي حاجب صغير حاجب كبير لا هذه لا، راه الله اللي بغى اللي حكمه خلقك الله بحال هكاك، يعني كوني فخوره بنفسك وكوني عاجبك راسك بالشكل اللي انت فيه، يا غليظه يا طويله يا قصيره يا رقيقه، يكون راسك عاجبك كما انت. ما تنسناش انك شي حد يقول لك راكي زوينه ولا راكي هكا ولا راه هكا او لا مالكي بحال كديره ولا ماكي غلاضيتي ولا ماكي ضعافيتي ولا لا، كوني فخوره بنفسك وكوني عاجبك راسك راسك، هذا زوين هذا اللون وعجبني في العبار عجبني في المقاس عجبني في كل شيء. 29 هذا 29.5 ماشي 29 يعني ما وقفش ل 30. بالنسبه للمقاس ديال هذا القفطان 41 في الكتاف 29.5 في الصدر ليهم 36 الكمام 59 طول متر و37 صراحه لون رائع ما عندي ما نقول، جاني مع الصباط جاني مع الفولار، هذا واقيلا شديه يا ام عثمان. هانتوما شوف اللبسه كامله مكموله، لبسه العيد كامله مكموله، ولكن رقالوها ناس زمان قزارو معشي باللفت، انا نصبق البيع وما نصبق لبسهم. علاش البنات؟ حيت عندي الخير كاين موجود، كاين عندي التنبات عندي شحال من قفطان عندي ديالي انا، راه كلشي ديالي اللي تباعت راه تباعت اللي ما تباعتش راه كنقوم بسمع لبسي كل صباح قفطان. كنتمنى من موديلة تاع اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وان شاء الله البنات يعني تقريبا اخر دفعه ديال جديدات ولا داكشي اللي غيكون مع دابا حاليا البنات، انا ما عرفتش شنو بقى واشنو ما بقاش، ان شاء الله اللي بقى اولا الكوليكسيون الاخر ولا داكشي اللي بقى الاخير غادي نبارطاجيه معكم الجمعه ولا الخميس، يعني اما الجمعه ولا الخميس ان شاء الله، باش هكا نكونوا سالينا القفيطنات وسالينا الجليبات، وكنتمنى لكم التوفيق وكنتمنى لكم السعاده والهناء لكل النساء لكل العيالات كل امراه في دارها كل امراه في خدمتها كل امراه في اي بلاصه في العربيه في المدن في الجبال، تحيه كبيره لها من ام عثمان زيدات، وبغيت نقول لك لاله مولاتي ان شاء الله الرحمن الرحيم من بعد العواشر غادي نرجع معكم للتعلم ايها العيالات ايه، غنرجع معكم للتعلم وغنرجع معكم للتحفيز ان شاء الله الرحمن الرحيم، باش تكوني تنتي لاله مولاتي وتكوني قدوه في المجتمع، يعني تكوني لاله مولاتي ومن لا شيء تكوني كل شيء، من لا شيء تكوني لي لا كل شيء، بالمساعده ديالي بالنصائح ديالي من التجارب اللي جربتهم، يعني من الحوايج اللي دازوا زوينين وخايبين باش ما توقعيش انت في اخطاء اللي وقعتيهم انا وخديت منهم درس، والحمد لله حنا غاديين وكنتحسنوا وغاديين وكنطوروا وغاديين وكنزيدوا القدام.
بفضل الله سبحانه وتعالى. يلاه بسلام عليكم، وان شاء الله الرحمن الرحيم. بغيت كل امراه تكون فحله، لا مولاتي، وما لا للاستسلام لا للفشل لا للتصوف، هذيك صوف 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 ولا غن غن غندير غندير، هذه بغيت نحيدها منكم كاملين. لان جينا نبقى نقولوا وهذا الشهر غنديرو، الشهر الجاي غنديرو، العام الجاي غنديرو، شي حاجه ما غنديروهاش. الا كنت باغي ندير شي حاجه نوض نتقاعد ونتوكل على الله ونشمر صافي، يعني راه كاينه غرس غرس صافي صافي. في بالي شي حاجه ندير واحد بوان، واحد النقطه، ونقول هاد النقطه راه البدايه، وهاد النقطه الوسط، وهاد النقطه اللي غنوصل ليها، وهاد بين هاد النقاط كاملين راه غيوقعوا لي بزاف د الحوايج زوينين وخايبين، وخاصني نصبر ليهم كاملين. يعني الدعم النفسي قبل اي مشروع، والدعم النفسي قبل اي مشوار او قبل اي خطوه. راه الدعم النفسي للبنات راه كيكون قبل ما تزوجي، يعني خاص يكون عندك ثقافه، خاص يكون عندك يعني وعي، وتكون عندك ثقافه مسبقه. يعني الثقافه ماشي بلا تقراي ولا شي حاجه، يعني كتعرفي شنو هو الزواج، شنو هي مسؤوليه الزواج، راه كذلك المشاريع كتعرفي شنو هو مشروع، شنو هو الفشل، المنافسه، الاحباطات، الانتقادات، بزاف د الحوايج، بزاف د الحوايج خاصك تكوني قريتيهم وعرفتيهم باش تزيد القدام، وباش تجاوزي كل العقوبات، وباش تجاوزي كل العثرات. يعني ان شاء الله الرحمن الرحيم باذن الله اللي بقيت حيه رانا معكم ان شاء الله، تتعلموا كامل وتكونوا باترونات تاع التطريز احسن من ام عثمان زيدات، احسن 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 من ام عثمان زيدات واكثر. يلا بسلام عليكم. هضرت بواحد الحرقه، علاش؟ لانني عندي واحد العلاقه عطاني الله ربي سبحانه وتعالى، واحد الصيله توصل بين 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 اش نقول لكم، راني من العالم كله باقي اللي باغي تستشر معايا، رغم ان معلوماتي محدوده، والحمد لله عطاني الله هذه القدره على انني كنوصل المعلومه، والناس واثقين في انني داكشي اللي كنقول لهم، وكنبغي نوصل لهم داكشي اللي دوزت منه من القلب ديالي، وكنهضر بفصيح لسان ديالي. يعني كنقول شي مره شي هضره راه ما كنمونطي حتى شي حاجه، راه كنعاود داكشي اللي في قلبي كنقول بدون مونتاج، بدون ورقه، ما كنقرا حتى شي حاجه، اللي على قلبي وعلى لساني. ان شاء الله الرحمن الرحيم البنات اللي باغيين يتعلموا الطرز الرباطي، راه حنا تعلمنا كنا كنخدموا غير بياس عادي، وكنا كنخدموا غير عادي، وحنا الحمد لله ان شاء الله نولوا شي حاجه نيت ان شاء الله. شكون اللي تولي مصممه الازياء؟ واش غنخلوها ام عثمان زيدات، ولا دايرين واحد السميه واحده اخرى؟ ايوا الحمد لله عندنا احلام، وكنحاربوا عليها، وربي غيوصلنا ان شاء الله. يلا بسلام عليكم، الى اللقاء ان شاء الله، فيديو جديد.